لم يسلك في الحديد حتى في المسارح والأمانيا لللي يا رشاد بيه. عشان نثبت لك انك غلطان هتماشى معاك. لمعي افندم سعاده البيت. انت طبعا عارف البنت اللي اسمها سهير اللي في مسرح النجوم. طبعا يا فندم طبعا طبعا. رشاد بيه بيقول انك تسلك في الحديد. ايوه فندم. خد اديها دي هديه مني وعزمها في السهره بتاعت الليله. حاضر يا فندم. والاسوره دي عباره عن عربون صداقه. اسمع يا استاذ احنا ما بناخدش عربون صداقه، عربون حفله. معلش تسمع. اسمعي يا سهير. استنى استنى الحكم بعد المداوله. دولي بلغتيها منه احسن من عينه. لو قلت كده تاني يا وزي هزعل منك. سامع. اسمع يا استاذ. افندم انت تروح تقول للبي بتاعك اني انا عضو في مسرح غنائي مش في كباريه، وتقول له كمان يحترم نفسه. فاهم؟ فاهم يا فندم. طيب المساله مش محتاجه لزعل ابدا. استاذن يا فندم. اتفضل. بقول ايه يا استاذ يا سيد يا افندم؟ حضرتك قلت لي اسمك ايه؟ لمع اورني يا فندم. اورني. لا واضح يا اورني. شكرا يا ثلاثه ثلاثه بس تجرم تجرم بزيكا والمحنه وبس. فهمت بقى يا سيدي. انما ايه الحكايه؟ هو لمعي راجع بالاتوبيس ولا ايه؟ اطمن. يا سلام، ده انت واثق من نفسك قوي قوي. ازاي؟ شوف بقى يا سيدي. لمعي زمان وصل على باب العماره. لمعي دخل الاسانسير. لمعي داس على الزرار. الاسانسير طالع. الاسانسير وقف. لمعي هيخش علينا دلوقتي ويقول الست سهير رفضت الغويشه بكل إباء وشمم وشرف ورفضتها رفضا باتا. ادخل يا لمعي. سعادة البيه. عملت ايه يا لمعي؟ الست سهير رفضت الاسوره بكل إباء وشمم وشرف. ايه يا ابن الحكايه؟ انت مكشوف عندك الحجاب ولا ايه؟ امال ايه؟ بتحسبني خبير اسمنت ومعولات بس؟ ده انا خبير ستات، بس دي ست نوع اخر. ام بالغش. حاضر يا فندم. هنضطر نرجع لحركات زمان لما كنا عيال صغيرين. ايه هترجع مراهق تاني يعني؟ مراهق مراهق بس اعيش.